يلا عشان نبدأ. هقرأه مرة بسرعة كده وبعد كده انت هتقرأ. ماشي يلا. ماشي يلا يا مريم، اقفل المايك. ساعة خالد في غرفة خالد كانت الساعة ترن كل يوم مبكرا ليصلي الفجر ثم يستعد للذهاب إلى المدرسة، لكن خالدا يترك الساعة. لجين، المايك بتاعك مفتوح يا لجين. لجين لجين اقفل المايك يلا. حاضر. لكن خالدا يترك الساعة ترن حتى تفرغ قوتها وتسكت وحدها، وفي يوم من الأيام قررت الساعة أن تعلم خالدا درسا لن ينساه فلم ترن يومها. ماذا حدث بعد ذلك؟ شرحنا الدرس يا ولاد امبارح وقلنا ان في غرفة خالد، يبقى المكان فين؟ في غرفة خالد. ايه اللي كان بيحصل في غرفة خالد؟ كانت الساعة ترن كل يوم مبكرا. ليه؟ لماذا كانت الساعة ترن كل يوم مبكرا؟ ليصلي الفجر ثم يستعد للذهاب الى المدرسة. هتكلم انا وبعد كده هسألكم. هتكلم انا الاول وبعد كده هسألكم، خليكم تفتحوا المايك. ثم يستعد للذهاب إلى المدرسة. طيب، لكن خالد ماذا كان يفعل خالد؟ كان يترك الساعة ترن حتى تفرغ قوتها وتسكت وحدها. طب ماذا فعلت الساعة؟ أو ماذا قررت الساعة؟ قررت الساعة أن تعلم خالدا درسا لن ينساه. طيب ماذا فعلت؟ فلم ترن يومها. وبقى إيه الدرس اللي تعلمه خالد؟ الدرس الذي تعلمه خالد أن يستيقظ عند سماع الساعة. أن يستيقظ عند سماع الساعة، هو ده الدرس اللي اتعلمه إيه خالد. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ وسايب لنا النهاية مفتوحة، أو ما أو اذكر نهاية القصة. نهاية القصة إيه اللي هيحصل؟ لم يستيقظ خالد للصلاة ولم يذهب إلى المدرسة، قلناها امبارح وشرحناها، صح يا حلوين؟ طيب هسأل بقى، هختار بالأسماء وهسأل أسئلة على الدرس. لافانيا، يلا يا لافانيا. ليه طلعتي طيب؟ ليه مشيتي؟ مصطفى، يلا يا مصطفى. لجين المايك بتاعك مفتوح تاني. مصطفى، يلا يا مصطفى. افتح المايك يا مصطفى. يلا يا حبيبي أسألك سؤال. أين كانت الساعة ترن؟ أين، ركز في السؤال، أين يعني عايزة إجابة تدل على مكان. أين كانت الساعة ترن؟ غرفة خالد. برافو، في غرفة خالد، أحسنت. يلا يا عمر. عمر أشرف، يلا يا حبيبي أسألك سؤال. متى كانت ساعة خالد ترن؟ متى؟ ركز في السؤال. متى كانت خالد ساعة ترن؟ في الفجر، أو كانت ترن كل يوم مبكرا. برافو يا عمر، أحسنت، شطور. يامن، يلا يا يامن. يامن يلا افتح يا حبيبي. في غرفة، ثواني أنا لسه ما سألتش السؤال يا يامن، اسمعني الأول. السؤال، ماذا كان يفعل خالد مع الساعة؟ ماذا كان يفعل خالد مع الساعة؟
لم يستيقظ. ماشي، كان بيعمل ايه كمان؟ كان يترك، كان يترك الساعة 3 حتى تفرغ. تفرغ ايه؟ قوتها او طاقتها وتسكت وحدها. وحدها، برافو عليك يا شطور. يبقى السؤال ماذا كان يفعل خالد مع الساعة؟ الإجابة كان يترك الساعة ترن حتى تفرغ قوتها. يوسف عبد الرحمن، يلا يا يوسف. لا، يوسف عبد الرؤوف، سوري. يوسف يلا يا حبيبي افتح المايك. يوسف عبد الرؤوف، ماشي يا أبلة، فتحت المايك. يلا يا حبيبي خليك معايا. طب أبلة، أنا عايز أقرأ من في اللي هو المفروض. لا، أنا هسألك سؤال يا يوسف. معرفش، المهم إن أنا أقرأ. المهم تقرأه خالص. طب ببلاش سؤال، أسألك سؤال؟ اه ماشي، أنا كنت ماشي. أصلا عايزك أتسأل سؤال. ماشي يلا هسألك سؤال، خليك معايا. ماذا قررت الساعة أو ماذا فعلت الساعة؟ أن تلقن خالد درس نوم. والله انزل انزل. ماشي ماشي. أن تلقن خالد درسا لم ينساه. أه، عملت إيه بقى؟ لا، ما رنتش أبدا. لم ترن؟ أه، لم ترن يومها. هذا اليوم. برافو، أحسنت يا يوسف شطور. برافو عليك حبيبي. العفو. شاطر يا يوسف. يبقى ماذا فعلت الساعة؟ أو ماذا قررت الساعة؟ أو يبقى الإجابة قررت الساعة أن تعلم خالدا درسا لن ينساه فلم ترن يومها. طب إيه الدرس بقى اللي تعلمه خالد؟ كراس عماد، يلا يا كراس. كراس عماد، يلا يا كراس. كراس، يلا يا حبيبي افتح المايك وجاوب عليا. كراس عماد. طيب جوفاني، يلا يا جوفاني. نعم تيتشر. يلا يا حبيبي أسألك سؤال، ما الدرس الذي تعلمه خالد؟ أو ما الدرس الذي لقنته الساعة لخالد؟ اتعلم ايه؟ لن يتجاهل الساعة. برافو، أحسنت شطور. أو أن يستيقظ عند سماع الساعة. أن لم يتجاهل الساعة زي ما أنت قلت، صح، إجابة صحيحة. أو لم أن يستيقظ عند سماع الساعة. الدرس اللي اتعلمه خالد أو الدرس الذي لقنته الساعة لخالد، أن يستيقظ عند سماع الساعة. برافو عليك. عايز حد بقى؟ جونير، يلا يا جونير أسألك سؤال. استنتجي كده، استنتجي استنتاج. لماذا لا يستيقظ خالد في الوقت المناسب؟ ليه خالد كل يوم بيفضل نايم كده ولا يستيقظ في الوقت المناسب؟ ان هو بينام. هو إيه؟ عشان بينام متاخرا. برافو عليك، لانه ينام متاخرا او لانه لا ينام مبكرا، الاثنين صح. احسنت يا جونيور شطور. يلا بقى عشان نقرا. يلا يا طلال اقرا. شكرا. العافية يا حبيبي. يلا يا طلال. ساعة خالدا. خالد. ساعة خالد. برافو. في غرفة خالد كانت الساعة ترن كل يوم مبكرة. لا بيو ليصب. أيوة. ليصلي الفجر. أحسنت، برافو عليك يا طلال، شكرا يا حبيبي. عفوا. حبيبة، يلا يا حبيبة كملي يا حبيبة. يلا حبيبة مين؟ انتي. انتي حبيبة مين؟
لا انت اللي فتحتي. يلا يا حبيبي. نعم يا تيتش. يلا اقرأي. ثم يذهب إلى المدرسة. برافو يا حبيبي، للذهاب إلى المدرسة. برافو يا حبيبي، شكرا. يلا يا مريم اقرأي يا حبيبي. يلا اقرا يا مريم. يلا من اول الليل. لكن لا مريم مدحت اللي بتقرا. ماشي ماشي يا مريم كملي السوري. طب خلاص كملي. يلا لكن خالد يترك الساعة ترن حتى تفرغ بقوتها وتسكت وحدها. برافو يا مريم، شطورة، أحسنت. شكرا يا حبيبتي. مريم عادل. مريم عادل، يلا يا مريم. مريم عادل، يلا يا حبيبتي كملي قراءة. أنا عايزة مريم عادل. يلا يا مريم. وفي مريم، مريم عادل، مريم عادل. طب يلا يا عبد العظيم، عبد العظيم افتح المايك يا حبيبي. يلا انا عايز اقرا يا تيتشر. حاضر يا مايا، اقفلي بقى المايك عندك. عبد العظيم، يلا يا عبد العظيم. طب انس، يلا يا انس. انا بنادي على الاسماء اهو عشان ما حدش يجي يقول لي ما بتخلينيش نشارك. يلا يا انس افتح. طب انا ما قريتش. حاضر يا علي. انس، يلا يا انس. انس محمد، يلا يا انس. مريم استني يا مريم. مريم الصوت بيقطع عندك يا حبيبتي. مريم الصوت بيقطع عندك يا مريم. خلاص يا مريم اقفلي دلوقتي، ولما النت يشتغل عندك خليكي تقرأي، بس الصوت عندك وحش وبيقطع، انا مش سامعاكي كويس. عبد العظيم، يلا يا عبد العظيم. طب يلا يا علي. علي، ايوه. يلا يا حبيبي اقرا. وفي يوم، في يوم من الايام قررت الساعة ان تلقن تعلم خالدا درسا لن ينساه، فلم ترن يومها. كمل. ماذا حدث بعد ذلك؟ برافو، احسنت، شطور، شكرا يا علي.
تعالي يا ولاد نقرأ، يلا نحل الأسئلة مع بعض. بس ثواني معلش. أنا هتسر بقى. هنحل الأسئلة الأول وبعدين نرجع نقرأ تاني مع بعض، بس عشان قبل ما الجرس يرن فنحل الأسئلة الأول. لافانيا، يلا يا لافانيا. لافانيا يلا يا لافانيا، افتحي المايك وجاوب عليا يلا. نعم يا تيتشر. يلا يا حبيبتي، السؤال رقم ألف، متى تدق ساعة خالد كل يوم؟ مبكرا. برافو، مبكرا او في الفجر، الاثنين صح. متى تدق ساعة خالد كل يوم؟ متى كلمة تدل على اداة استفهام للزمان، فانا عايزة اجاوب للزمان. متى تدق ساعة خالد كل يوم؟ الاجابة في الفجر او مبكرا. تدق ساعة خالد في الفجر، يعني هو خالد بيصحى عشان يصلي الفجر، فهي كانت بتدق الساعة في الفجر. مريم عادل، يلا يا مريم. شكرا يا لافانيا، احسنتي حبيبتي. مريم عادل. شكرا تيتشر. يلا يا حبيبتي، سؤال باقي، متى يستيقظ خالد من نومه؟ متى يستيقظ خالد من نومه؟ استنتجي كده، كان بيستيقظ متى يستيقظ خالد من نومه؟ أول ما الساعة بترن. مبكرا مريم، مبكرا كان خالد يستيقظ من نومه ايه؟ مبكرا. خلاص اقفلي بقى المايك. شكرا. حبيبة، حبيبة رامي، يلا يا حبيبة. هقول لك السؤال الأول وبعدين جاوبي، لماذا لا يستيقظ خالد في الوقت المناسب؟ لماذا لا يستيقظ خالد؟ لا مش سامعة. يا تجاهل الساعة. لا أنا بقول لك لماذا لا يستيقظ خالد في الوقت المناسب؟ ليه خالد ما كانش بيستيقظ في الوقت المناسب؟ ليه؟ عشان كان بينام ايه؟ متأخرا. برافو، لأنه كان ينام متأخرا. برافو عليك، أحسن. أو لأنه لا ينام مبكرا، لا ينام مبكرا، أو أنه كان ينام متأخرا. مين يا أولاد اللي عايز يجاوب عليا؟ ما جاوبش. أنا. اسمك ايه؟ أنا. اسمك أنا. ايه؟ أبلة. اسمك ايه؟ انا تيتشر. انا تيتشر. طيب يلا يا مايا. لا تدق في هذا اليوم. يلا يا مايا. ماشي كلكم هتجاوبوا، لسه في اسئله تانية يا حلوين. يلا، ما الدرس الذي لقنته الساعة لخالد؟ لا ترن. ماشي، ايه الدرس اللي اتعلمه خالد بقى؟ لا لا يستيقظ الى صلاة الفجر، وكمان لا يذهب الى المدرسة. يا مايا افهمي السؤال، ما الدرس الذي لقنته الساعة لخالد؟ يعني خالد اتعلم درس ايه من الساعة؟ ان يستيقظ. لا، ان يستيقظ عند سماع الساعة. خلاص شكرا، اقفلي بقى واسمعيني. شكرا يا مايا. الدرس الذي لقنته الساعة لخالد، أنا لسه مجاوبة على السؤال ده وقايلاه، أن يستيقظ عند سماع الساعة. ماشي، هو ده. ماذا قررت الساعة؟ قررت أن تعلمه درسا فلم ترن يومها. طب إيه الدرس بقى اللي تعلمه خالد؟ أن يستيقظ عند سماع الساعة، أن هو أول ما يسمع الساعة يستيقظ. خلاص يا أولاد، أقرأ الأسئلة وإجاباتها تاني، ركزوا معايا.
ركزوا عشان الأسئلة دي هتلاقوها هديها لكم في الواجب، بس مش نفس دي، هتلاقوها في صفحة تانية هقول لكم على رقم الصفحة في الآخر. السؤال ألف: متى تدق ساعة خالد كل يوم؟ متى، متى للزمان، متى تدق الساعة؟ يبقى في الفجر، في الفجر قصدي الإجابة. السؤال باء: متى يستيقظ خالد من نومه؟ متى برضو للزمان، متى يستيقظ خالد من نومه؟ الإجابة مبكرا، مبكرا يستيقظ خالد من نومه مبكرا. سؤال جيم: لماذا لا يستيقظ خالد في الوقت المناسب؟ لماذا لا يستيقظ خالد في الوقت المناسب؟ الإجابة: لأنه لا ينام مبكرا، لأنه لا ينام مبكرا. سؤال دال: ما الدرس الذي لقنته الساعة لخالد؟ ما الدرس الذي لقنته الساعة لخالد؟ الدرس اللي خالد اتعلمه من الساعة أن يستيقظ عند سماع الساعة، أن يستيقظ عند سماع الساعة. تعالوا بقى نكمل بقية الأسئلة. عبد الرحمن أحمد، يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن أحمد، يلا يا حبيبي. بس أسألك سؤال: اذكر النهاية المتوقعة لأحداث القصة، اذكر النهاية المتوقعة لأحداث القصة، في النهاية إيه اللي هيحصل؟ ماذا يحصل؟ يلا يا عبد الرحمن. جون مشى يا تيتشر، جون مشى. اذكر النهاية المتوقعة لأحداث القصة، إيه اللي هيحصل في النهاية؟ اللي احنا استنتجناه في النهاية، إيه اللي حصل؟ إذا لم ترن الساعة ماذا يحدث؟ لم يذهب خالد إلى الصلاة ولم يذهب إلى المدرسة. بعد الحصة دي في حصة ما اعرفش. لافانيا ليه بتجاوبي؟ ما عارفه ان انت عارفه، بس مش ندي فرصه بقى لزميلك اللي كان فتح المايك؟ مش عمال اقول لك جاوبي يا عبد الرحمن؟ مش عارف، مش عارف ليه؟ طب ما انا كنت اقول لي مش عارف وانا كنت ساعدتك. ماذا يحدث في النهايه؟ ايه في نهايه القصه ايه اللي هيحصل؟ لم يذهب خالد للصلاه ولم يذهب الى المدرسه، لم يستيقظ خالد للصلاه ولم يذهب الى المدرسه. رقية، يلا يا رقية، رقية، رقية يا تيتشر. يلا يا حبيبتي خليكي معايا، هسألك سؤال: أحدد المعلومات التي وردت في القصة وجعلتني أختار هذه النهاية، إيه المعلومات اللي جت في القصة وخلتني أختار إن خالد لم يستيقظ للصلاة ولم يذهب إلى المدرسة؟ إيه اللي حصل في القصة خلتني أقول كده؟ لن ينساها. لا، ان الساعة ايه؟ ما لم، ها؟ مش هد، لم ترن، لم ترن، لم ترن. اوكي؟ اوكي. احدد المعلومات التي وردت في القصة وجعلتني اختار هذه النهاية، ايه يا ولاد اللي حصل خلتني اختار ان خالد لم يستيقظ ولم يذهب الى الصلاه ولم يذهب الى المدرسه؟ ايه اللي خلتني اختار ده؟ ان الساعه لم ترن، الساعه ما رنتش، فخالد فضل نايم، صح؟ يبقى الاجابه ان الساعه لم ترن في ذلك اليوم. دي حاجه. تاني حاجه ايه كمان؟ تاني حاجه ايه؟ ان خالد لم يستيقظ الا على صوت الساعه. خالد ما بيصحاش غير لما الساعه بترن، فلما الساعة ما ترنش إيه اللي هيحصل؟ إن خالد لم يستيقظ إلا على صوت الساعة، وأن الساعة لم ترن في ذلك اليوم. المعلومات التي وردت في القصة أن خالد لا يستيقظ إلا على صوت الساعة، تاني حاجة أن الساعة لم ترن في ذلك اليوم. عايزة رودينا، يلا يا رودينا. رودينا، نعم رودينا. يلا يا حبيبتي قولي لي، قدمي نصيحة لخالد، هتقولي له ايه؟ اقدم نصيحة لخالد، هتنصحيه تقولي له ايه؟ نعم مبكرا، نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا، نم مبكرا
حتى تستيقظ مبكرا، صح يا رضينا؟ يبقى أقدم النصيحة لخالد يا أولاد، إيه النصيحة اللي ممكن أقدمها لخالد؟ نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا، نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. تعالوا أقرأ الأسئلة وإجاباتها. السؤال ألف، ركزوا عشان هتحلوا الأسئلة دي في الواجب. سؤال ألف، اذكر النهاية المتوقعة لأحداث القصة. اذكر النهاية، يعني في النهاية إيه اللي هيحصل، ماذا يحدث؟ الإجابة لم يستيقظ خالد للصلاة ولم يذهب إلى المدرسة. لم يستيقظ خالد إلى الصلاة ولم يذهب إلى المدرسة. السؤال باء، أحدد المعلومات التي وردت في القصة وجعلتني أختار هذه النهاية. اللي حصل في القصة خلتني أختار هذه النهاية، النهاية دي إن هو لم يستيقظ ولم يذهب إلى المدرسة. أول حاجة إن خالد لا يستيقظ إلا على صوت الساعة. ثاني حاجة أن الساعة لم ترن في ذلك اليوم. أن الساعة لم ترن في ذلك اليوم. سؤال جيم، أقدم نصيحة لخالد. الإجابة نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. أقدم نصيحة لخالد، أقدم نصيحة لخالد. النصيحة اللي ممكن أقدمها لخالد أقول له نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. آدم أحمد، يلا يا آدم عشان تقرأ معايا. نعم يا أب. يلا يا حبيبي اقرأ. في أقول لك يا أب. نعم يا اقرأ. أب اقرأ يا حبيبي يلا من أول الدرس. حاضر. ساعد خالد. لم لا في لم. في في غرفة خالد كانت الساعة ترن كل يوم مبكرا ليصلي ويستيقظ الفجر. شكرا شكرا لآدم. آدم خلاص آدم اسمعني حبيبي، برافو عليك شطور أحسنت. العفو يا حبيبي. إيريني يلا يا إيريني افتح المايك. لين اقفل المايك يا لين. لين اقفل المايك. يلا يا إيريني كملي. ثم يستعد إلى الذهاب للمدرسة. إلى المدرسة. إلى المدرسة. برافو يا إيريني أحسنتي شطورة. جيداء يلا يا جيداء كملي يلا. نعم. يلا يا حبيبتي كملي. لكن خالد يترك. يلا يا جيداء خليك معايا. انا جيداء. لا يلا يا حبيبتي. يترك الساعة. أيوة. تفرغ قوتها. أيوة. تسقط وحدها. أحسنت برافو عليك يا جيداء شكرا يا حبيبتي. حلا، حلا أحمد يلا يا حلا. حلا نعم. يلا كملي. وفي من يوم من الأيام قررت الساعة أن تعلم خالدا درسا أن لن ينساه. فلم ترن يومها. ماذا حدث
بعد ذلك. برافو، احسنتي، شطوره، شكرا يا حبيبتي. خلاص يا ولاد، الحصه خلصت دلوقتي. الواجب بتاعكم في المذكره صفحه رقم 10. الواجب في المذكره صفحه رقم 10، المذكره اللي هي 16 ورقه. انا هكتب لكم دلوقتي على صفحه اللغه العربيه رقم واجب اليوم في المذكره. المذكره اللي هي 16 ورقه، مذكره صفحه رقم 10. الاسئله اللي في الصفحه دي يا اولاد على الدرس بتاعنا النهارده بتاع سعيد خالد. لو حد معاه المذكره يفتح الصفحه يوريها لي. ايوه يا جسل، هي دي. ايوه هي دي. ايوه يا حلا، خلاص. ايوه يا زين، هي دي يا حبيبتي. يلا خلاص، هي دي الصفحه، صفحه رقم 10. حلوا الاسئله وصوروها وبعتوها. ابا انا ابا هديه. ايوه هي. ايوه يا مازن، هي دي. الاسئله اللي حليناها النهارده كلها موجوده اهي في الصفحه. خلاص اقراوا الاسئله بالراحه كده وحلوها وصوروها وبعتوها. خلاص انا حصتي خلصت يا حلوين. يلا اسيبكم بقى، باي.